ايه القصة وايه الحكاية هنعرفها من ضيفنا على التليفون الأستاذ عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل الوطن وعضو مجلس الشيوخ. أستاذ عصام مرحب بحضرتك معنا في التاسعة يا فندم. أهلا بك أستاذ يوسف وأهلا بكم مشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك. طبعا هو ليس مستغرب عن الغرب فيما يتعلق بالشأن الداخلي المصري على عكس تماما السياسة المصرية اللي بتتبعها في علاقتها مع كل الدول. شفت بيان الأحزاب المصرية إزاي ردا على هذا البيان الأوروبي؟ خلينا بس نقول يا أستاذ يوسف إن هذا المشهد هو غير زي ما حضرتك أشرت كده، هو مقرر دائما أبدا في الأحداث الهامة وفي الأوقات الهامة التي تمر بها الدولة المصرية بنلاقي مثل هذه البيانات التي تصدر، القصد بها تشويه المشهد للجميع يشهد به. من يريد أن يشاهد الحقيقة فعليه الحضور إلى مصر ويشاهد بعينه، إذا كان البعض يتحدث عن من لا يستطيع عمل تأييدات أو تأييدات الشهر العقاري عليها أن يحضر بشخصه ويشاهد مكاتب الشهر العقاري وتزاحم المواطنين عليها بكل يسر، وهو نفسه حتى اللي تطرق إليه البعض وبيشير ان في نوع من بعض الخوارق الانتخابيه، ان فيها نوع من انواع المنع. السيد المزمع ان انا لغايه الان انا برضو يعني انا بتحفظ على ان البعض بيقول انه مرشح، حتى هذه اللحظه احنا مش عارفين هو يعني في حاله اصابتنا بالعجز لابد ان نرمي حزنا على الاخرين. ده انت بتلف مكاتب الشهر العقاري وبتدخل الى مقرات الشهر العقاري، بل وصل في بعض الاحيان لمناصرين هذا الشخص انهم تعدوا على موظفين الشهر العقاري، وكل ذلك والهيئه الوطنيه للانتخابات في تماسك منها وضبط للنفس من الان لاخر بتحاول تخرج الضوابط المنظمه لكي، لان احنا الشعب المصري كله ولا اقول الاداره المصريه او النظام السياسي او القياده السياسيه، الكل حريص على ان المشهد السياسي القادم ان يظهر بمظهر يليق بشعب مصر العظيم اللي الحياه الديمقراطيه فيه والحياه السياسيه فيه. ده احنا اللي علمنا العالم كله السياسه، واحنا اللي علمنا العالم كله الحياه الديمقراطيه. ومثل هذه البيانات بقى اللي بتطلع على الاخر دي بيان احنا نرفضه رفضا باتا، ويمكن زي ما حضرتك قلت لان ده موقف وطني ليس موقف سياسي او موقف حزبي من حزب الاخر. انت لو لاحظت ان هذا الموقف هيكون موقف شعبي وموقف لكل الاحزاب الوطنيه، احنا ليس منطلقين بمنطلق حزبي او منطلق سياسي بعينه في رفض لا حضرتك لو سالت اي مواطن مصري في الشارع هو المنطلق الوطني، كل الوطنيين المصريين يرفضوا التدخل السافر، يرفضوا التدخل السافر للمنظمات العالميه. وزي ما قلت لحضرتك ان احنا الحمد لله تعالى الاجراءات اللي بتتم في مصر بمنتهى الشفافيه ومنتهى النزاهه، وهو يعني احنا هي الفكره يعني زي ما حضرتك اشرت استاذ عصام، هو مش موقف حزبي او موقف، لا هو موقف شعبي. احنا دايما الشعب المصري بيرفض تماما التدخل في شانه، لكن هل البرلمان الأوروبي والمؤسسات الغربية ألم تفطن حتى اليوم؟ لأن الوضع تغير في مصر، يعني مهما تتحدث هذه المؤسسات الغربية عن ما يحدث داخل مصر، المواطن المصري هو شايف بعينه اللي بيحصل على أرض الواقع. حتى من يتحدث عن الصعوبات في مكاتب الشهر العقاري وهو بنفسه اللي بينزل صور على مواقع التواصل إن عمل توكيل لفلان الفلان ويعني إلى أن يصبح مرشح. خليني اقول لحضرتك هي مقدمات المشهد على ما يبدو انها ازعجت البعض. مقدمات المشهد زي ما حضرتك شفت ما لهاش تفسير ثاني فعلا. يعني هي مقدمات المشهد بتاعنا، المشهد الواعي من الشعب المصري ازعج البعض، ويمكن زي ما حضرتك شفت بمجرد اعلان السيد الرئيس عن ترشحه خرجت الجماهير مؤيده له في الميادين، مجرد ان فتح باب التأييدات خرجت الجماهير وتدفقت على مراكز عمل التوكيلات وهي مراكز الشهر العقاري. فبالتالي هذا المشهد انا يعني احنا تعودنا عليه من البرلمان الاوروبي، وخلينا نقول ان البرلمان الاوروبي مش محايد بمثل هذه البيانات، احنا بنرفضه بنقول لا تدخل. يمكن في الوقت اللي يمكن لسه حديث السيد الرئيس من كام يوم، احنا يمكن في الفتره الاخيره
في خلال التسع سنوات يمكن شهدت السياسه الخارجيه المصريه نموذج ارادت مصر ان تعلم به الاخرين، نموذج السياسي اللي الكل متفق كان في البدايات لا ما فيش سياسه بتلعب كده، ما فيش سياسه بتقوم على المبادئ، ولا كل السياسه بتقوم على بعض المحاورات والمناورات. لا، السيد الرئيس يمكن حتى كانت في مداخلات بينه وبين السيد سامح شكري في اللقاء الاخير في حكايه وطن، ويمكن ارسى السيد الرئيس مبدا جديد في السياسه الخارجيه، السياسه الخارجيه القائمه على عدم التدخل في الشؤون الخارجيه، وفي نفس الوقت القائمه على المبادئ والاسس، زي ما بنقول احنا ايه بنمارس سياسه باخلاق في وقت انعدم فيه الاخلاق. يعني هو واضح الـ 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 البرلمان الاوروبي والمؤسسات اللي على هذه الشاكله يعني واضح ان هي حافظه، مش 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 عايزه تغير. لا مش فاهمه، لا مش عايز اقول كده، لكن هي حافظه بكل مع كل احنا كشعبيين. وخلينا اقول لحضرتك ما احنا يعني كل زي ما حضرتك اشرت مع كل تطور ومتقدم وانجاز لازم كده يطلع الازعاج بتاعهم في صوره بيانات واحنا بنرفضها وخلاص. الاستاذ عصام هلال الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا في هذه المداخله.